أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم. نعم، القرآن له طرق كثيرة في دعوة المخالفين للإسلام، إما أن يكون من خلال وصف هذه الشريعة وذكر محاسنها أو عيب ما هم عليه، أو تذكيرهم بأن هناك يوم آخر وأنهم سيحاسبون، أو من خلال الآيات التي يعطيها، أو من خلال دعوتهم للتفكر والتذكر والعقل والتعقل، يدعوهم إلى مثل هذه الأمور سبحانه وتعالى، أو من خلال الآيات التي يرونها بأعينهم. كل هذه طرق للقرآن الكريم في دعوة المخالفين إلى دين الله تبارك، وأحيانا يخبرهم بالذي يمنعهم من المتابعة. ولما ذكر فرعون وقومه قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يخبرهم بما في نفوسهم. وجحدوا بها واستيقنتها الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني هذه رسائل من الله تبارك، يقول: أعرف ما في قلوبكم، أعرف ما تفكرون فيه، أعرف ما تعتقدون، أعرف ما تخططون. وإذ يمكر بك الذين كفروا، كل هذا أعرفه سبحانه، وكل هذه طرق لدعوتهم. طيب آمنوا خلاص، كافي، واضح أني أنا الرب وأنا الإله وأنا أعلم ما في الصدور وأنا الخالق وأنا البارئ وأنا الذي يجب أن أعبد. كل هذه طرق استخدمها ربنا تبارك وتعالى في دعوة الكفار من خلال كتاب الله جل في علاه. نعم.